قال الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا زحلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الثانية وذخر فيها وذبرجها فشرفونك ذلك وعلمت منه الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وهبت عليه ملائكة وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم ذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك وبعد أن أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعد أن حملته في فلكك ونجيته ومن ما منابعه من الهلك برحمته وبعد أن اتخذت على نفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين وأجبتهم وجعلت ذلك عليا وبعد أن كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخير الأمر وزيرا وبعد أن أولدته من وجب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس فكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيلت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة الدين وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل عنه.